Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min tamami ma'rifatina bin Nabi sallallahu alaihi wasallam an na'rifa ahlahu wa dhurriyyatahu wa ala baitihi bi abihi wa ummihi sallallahu alaihi wasallam. Azwajuhu man hunna, auladuhu wa banatuhu man hum, ahlu baitihi alladhina dzakarahumullahu fil Qur'an man hum. لذلك دعونا نستمع إلى هذا الحوار بين رحمة وكمالة حسنا لنبدأ. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه أبو طالب. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته أم كلثوم.